I think it's just a matter of taking something and dedicating yourself to it and just not stopping. انتشرت القلاع والحصون فوق سلسلة جبال الساحل السوري لتسيطر على الممرات الممتدة ما بين الساحل غربا والداخل شرقا. تقع هذه القلعة قرب بلدة الحفة شرقي مدينة اللاذقية، وهي من أكبر قلاع سوريا مساحة، حيث تشغل ما يزيد عن 5 هكتارات. ترتفع 400 متر عن سطح البحر. بنيت على بروز صخري متطاول مرتبط بالهضبة المجاورة لها من الجهة الشرقية، ويحدها من الجهتين الشمالية والجنوبية واديان عميقان. عرفت سابقا باسم سايغن، استنادا إلى ما ذكره المؤرخ اليوناني أريان في القرن 4 قبل الميلاد في زمن الصليبيين، وتم تحريف الاسم إلى سايان أو صهيون بلفظين مختلفين صهيون وصهيون، وذلك وفقا للمؤرخين ياقوت الحموي وأبي الفداء، إلى أن أطلق عليها رسميا في عام 59 و900 ألف ميلادي اسم قلعة صلاح الدين نسبة لصلاح الدين الأيوبي. لا يعرف على وجه التحديد تاريخ بنائها، ففي عام 75 و900 ميلادي استولى عليها البيزنطيون بقيادة الإمبراطور جون الأول زيمسكيس والحمدانيون، ومن ثم سيطر عليها الصليبيون في أوائل القرن 12 ميلادي، إلى أن قدم صلاح الدين الأيوبي عام 88 و100 ألف ميلادي فحررها وأصبحت في حكم الأيوبيين، وتوالى عليها حكام العصر المملوكي منهم السلطان بيبرس في عام 72 و200 ألف ميلادي، وبعد تأسيس ولاية طرابلس عام 89 و200 ألف ميلادي أصبحت القلعة تابعة لها وللسلطان المملوكي كتبغا. ضعفت أهمية القلعة في العصر العثماني بعد خوض إبراهيم باشا معركة مع العثمانيين عند قدومه إلى بلاد الشام، فتضررت وأهملت. تم تحصين القلعة من خلال إحاطتها بسلسلة من الأسوار والأبراج الدفاعية الدائرية والمربعة المشيدة من قبل البيزنطيين، وفيما بعد زاد من تحصينها الصليبيين والأيوبيين والمماليك. تضم القلعة العديد من الأبراج، أبرزها البرج الرئيس يقع في الجهة الشرقية وهو منعزل عن باقي التحصينات، وبرج عرف باسم قصر البنات. تقسم القلعة بدءا من الشرق إلى الغرب، الخندق الكبير الذي يرتفع في وسطه عمود على شكل مسلة بارتفاع 27 مترا، والذي ارتكز عليه سابقا جسر متحرك للعبور، والواجهة الشرقية التي شملت المدخل الرئيسي للقلعة وبوابة ببرجين دائريين، والهضبة المرتفعة الشرقية وهي مركز القوة الاقتصادية والسياسية للقلعة، تليها المدينة المنخفضة الغربية. مما تبقى من المباني العائدة للعصر البيزنطي معصرة في القسم المرتفع من القلعة، بالإضافة إلى المنارة التي تعرف باسم القلعة البيزنطية، والتي تقع في منتصف القلعة في أعلى موضع فيها،
حيث استخدمت لإعطاء الإشارات بالنار إلى باقي الحصون المجاورة أثناء الحروب. وإلى الشمال توجد مستودعات الحبوب والزيوت، وهي ذات سعة كبيرة ويصل ارتفاعها إلى 3 أمتار. ومن آثار الصليبيين في القلعة خزانان للمياه، أحدهما رئيسي للقلعة يتم تعبئته عن طريق الأسطح المجاورة، واستعملت مياهه لسقاية الدواب في الإسطبل المجاور. يبرز من مباني العصور الإسلامية قصر يعود إلى العصر الأيوبي، وجامع تعود مئذنته إلى العصر المملوكي، تكمن أصالة قلعة صلاح الدين في تكوينها المعماري، فهي نموذج لحصن متين تعاقبت عليه بصمات كل عصر تاريخي، فجعلتها من أقوى تحصينات العصور الوسطى في الشرق.